الخبارة يعني؟ والله ما عم بفهم. طب وين المشكلة؟ شلون وين المشكلة؟ أبو السمر بدي يزعل منك ها؟ عم قل لك أرقام الفواتير اللي نازلة بالبيان المالي مختلفة عن أرقام الفواتير المرفقة بالملف. لا طول بالك، الفواتير مدققة بنفس المجموع النهائي للمبلغ، يعني صحيحة 100%. لك أنا ما عم أحكي عن المبالغ ولو سامر، أنا عم أحكي عن أرقام الفواتير، رقم الفاتورة قصدي مو قيمتها. والله معك حق، استغفر الله العظيم، حقك علي. تعرفني هيك غلطة ما بتفوتني. ولك لأني بعرفك استغربت. على كل حال، طوال ما الشغلة هون عنا بالسجلات تبعنا مو مشكلة. أنت بتعرف أنا ثقتي فيك ما إلى حدود، بس لو لا سمح الله صار وصدرنا البيان المالي ووصل للجمارك، ساعتها رح يعتبروها تزوير وخلص بقى. إذا بتخلص معك حق، بوعدك هي أول مرة وآخر مرة. ماشي الحال. ليك سامر، إذا لسه حاسس حالك تعبان ومو قدران تركز، خد لك كم يوم إجازة تاني. لا خلص، أنا صرت منيح، صرت منيح. بوعدك هي آخر مرة وما بقى تكرر. حقك على رأسي. الله معك.